السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبك. النهاردة يا جماعة هنصلح الريموت ده اللي هو البلوتوث، ثمنه غالي يمكن يعدي ال 100 جنيه دلوقتي، كان في وقت من الاوقات ب 65 من جملة، وبعدين غلي يمكن من حوالي اسبوع انا كده او اسبوعين بسأل عليه بيقولوا لي ب 90 جنيه. فواحد جاي لي النهاردة عايز يصلحه، قلت له هتصلحه لك ارخص من الايه، ارخص من ال 120 جنيه ولا حتى ال 100. انا بطلت اجيبه، بجيبه بس الايه الطلب للي عايز يجيبه. طبعا طريقه التصليح يا جماعه زي ما احنا عارفين، اول حاجه تنر او اي او ماده كحليه، نحاول نشيل ايه الماده اللي عليه دي، ماده زيتيه اهو، نظفه كويس. هو بيقول لي بيعلق، طبعا التعليق او يعني مره يشتغل ومرة ما يشتغلش، زرار يشتغل او ما يشتغلش، بيبقى هنا في ماده زيتيه بتمنع الضواغط دي تضغط على اماكن الزرار بتاعه التشغيل. طيب نعمل ايه بقى؟ احنا ننظف الحاجات دي عشان ايه تقدر تتوصل ببعض، زي ما قلت بالتنر، والتنر بيطير عشان ما حدش بيقول لي ده بتاكل البلاستيك. مش عارف بتاكل البلاستيك غير لما تسيبها فيه وقت، لكن لما بتعملها احنا كده بتطير وما بيقعدش ليها اثر، فبينظف الضواغط ديك او التلامسات ديك. ما عندكش مثلا كحول ابيض بتاع اللي بنعقم بيه ده بتاع الكورونا اهو، ونسيبه كده ايه ينشف شويه وتطير الماده الطياره ديك، وارجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه. خلاص يا جماعه كده خلصنا. طبعا هو بيقول لي بيعلق يعني معنى ايه؟ يعني في حاجه مكسوره او مشروخه او مش ملحومه كويس. اللي احنا هنقدر نعمله بقى ان احنا هنعيد على اللحمات القديمه زي كده يا جماعه، مثلا يكون الايه الليد ده مش واصل كويس. طبعا الكهرباء ضروري لازم اعيد عليها، اللي هي اسلاك الكهرباء اللي هم بيوصلوا الكهرباء او السوستتين، ونعيد على الناحيه الثانيه. احتمال يكون مثلا ايه شكل يعني باين ان هو ملحوم وفي نفس الوقت مش ملحوم، يعني اساسا اهو كده يا جماعه السوستين دول. تاني حاجه زي ما احنا شايفين كريستالا اهي، نعيد عليها برضو، فاحتمال تكون هي اللي مش ملحومه او فاصله مثلا، في هنا مقاومه احتمال برضو وارد، وادي مقاومه تاني بالراحه كده يا جماعه، لأن المقاومة صغيرة، وأدي المقاومة التانية. بعد كده نمسك بقى إيه الأي سي دي، ونعيد كده على اللحامات، وارد تكون في رجل معلقة، فإحنا بنعيد أهو يا جماعة كده، ونتأكد كمان إن مفيش رجل اتوصلت بالتانية أهو كده. طبعا أنا هراجع عليها بالمكبر عشان أتأكد إن مفيش رجل من الرجول دي لمست في بعض نتيجة اللحامات اللي أنا بشتغل فيها. طبعا في مقاومة تانية أهي، وأدي مقاومة تانية أهي، وأشوف أنا بقى الأول على المكبر الاول وارجع لكم. طبعا يا جماعه انا بستخدم النضاره دي بتكبر لي الحاجات الصغيره، غير المكبر الايه العدسه المكبره برضو، بس دي عشان بتمسك في ايه في دماغي، فبعرف ايه امسك واعالج الحاجه بايديا الاثنين. اشوفها كده عن قرب واقول لكم. خلاص يا جماعه عدت انا على اللحامات وشفتها بالايه بالمكبر، الحمد لله ما فيهاش حاجه. هنقفله بقى كده اهو، تأكد من الزراير انها راكبه،
ونحط السوسة بقى ايه، طبعا نتأكد من السوسة التانية اللي هي دي ان ما فيهاش صدى او مثلا فيها اي حاجة تمنع الاتصال. فالحمد لله نظيفة، ودي برضو نفس الحكاية. هنحط السوستين طبعا الاول او كده يا جماعة اهو، وبعد كده نضغط عليه للتشغيل. اهو طبعا كده هو اشتغل. طبعا التجربه لازم تكون على الايه، على الـ على الـ على الـ على الريسيفر، لان ده للاسف النوع ده ما بيتبانش اللنده، ما بيتبانش اللنده، لان ده بلوتوث يا جماعه. اهو بصوا ما بيتبانش، يعني كنا الاول بنختبر الريموت عن طريق اضاءه اللنده ديك، دي للاسف ما بتعملش. فان شاء الله الزبون احنا كده عملنا كل الواجب. هو بيقول بيعلق، طبعا التعليقه معناها ان في حاجه عازله او حاجه مكسوره او حاجه مشروخه او لحام مش واصل، فاحنا عملنا كل ما يفترض، ناقص بقى ان هو يجربه على ايه، البلوتوث بتاعه او جهاز الريسيفر.